جمعة مباركة وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج روق معنا. نتمنى تروقوا معنا خلال ساعة من الوقت. خليكم معنا وتابعونا. نتمنى لكم كل المتعب متابعتنا. مشاهدينا بالبداية اسمحوا لي رحب بضيوف الموجودين معي بالاستديو. الشاعر عمار كرمو أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك يا مدام مها ويسعد مسا كل العاملين في قناة وغيرة العريقة ويسعد مساكم جميعا. اهلا وسهلا فيك. وايضا مشاهدينا معنا اليوم فنانين شباب عم يشقوا طريقهم بعالم الفن. الفنان سليم صالح اهلا وسهلا فيك. ويزن نعنو اهلا وسهلا فيكم. واسمحوا لي ايضا رحب بفرقتنا الموسيقيه سامر قوجع على العود وعلي ليلى على الاورج اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك شباب. البدايه من عندكم اكيد بصوتكم حنفتتح حلقتنا. تفضلوا. حيو سوريا. بلدنا حيو سوريا حيو هالأرض ربتنا حيو سوريا حيو سوريا بلدنا حيو سوريا حيو هالأرض ربتنا حيو سوريا حيو سوريا وأبطال حيو جيش حيو رجال حيو سوريا وأبطال حيو جيش حيو رجال الروح بيرخص كرمالا هيلا سوريا والدم بيرخص كرمالا هيدي سوريا حيو سوريا بلدنا حيو سوريا حيو هالأرض ربتنا حيو سوريا يا جيش الهزت خطواته أنحى الأرض هالأرض بتحلف بحياته بطول وعرض يا جيش الهزت خطواته أنحى الأرض هالأرض بتحلف بحياته بطول وعرض حيوا سوريا وأبطال حيوا جيش حيوا رجال حيوا سوريا وأبطال حيوا جيش حيوا رجال والدم بيرخص كرمالا هيدي سوريا والدم بيرخص كرمالا هيدي سوريا حيوا سوريا بلدنا حيوا سوريا حيوا هالأرض ربتنا حيوا سوريا حنوني سوريا الأم سوريا معك يا بشار لا لا تهتم سوريا النسمة حنوني سوريا الأم سوريا معك يا بشار لا لا تهتم حيوا سوريا وأبطال حيوا جيش حيوا رجال حيوا سوريا وأبطال حيوا جيش حيوا رجال والدم بيرخص كرمالا هيدي سوريا والدم بيرخص كرمالا هيدي سوريا حيوا سوريا بلدنا حيوا سوريا حيوا هالأرض ربتنا حيوا سوريا حيوا سوريا بلدنا حيوا سوريا حيوا هالأرض ربتنا حيوا سوريا يعطيكم العافية شباب سليم ويزن.
بالبدايه بدي ارجع لعندك ايضا، رحب فيك الشاعر عمار كرمو، شو حابب انت كمان تبدا من عندك الشعر؟ رح اقول اول شيء بهالاستضافه الجميله، روق معنا وعيش الدنيا، شعر مغنى كله عنا، وغريت شمسك لتغيب وباسمك نحنا منتكنى، فيك الماضي وفيك الحاضر والشعر بحروفك يتغنى. شكرا لك. وطبعا هيدا الشعر او هي الابيات الصغيره من الشعر انت هلا طلعت نعم. معك وخبرتني انك حتقولها، يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك. شباب خبرتني العصفوره انكم بكالوريا بالبدايه، طبعا مبروك نجاحكم انتم هلا، وطبعا بطريق مثل ما ذكرت بالبدايه انكم عم تشقوا طريقكم بعالم الفن. بدايه سليم، خبرني اول شيء عن الدراسه، كيف كانت البكالوريا معك؟ هلا هي هيك اول شيء كانت مثل ما بيقولوا، يعني ما في واحد هيك ما عندوش هيك ضد الدراسه هيك شوي، يعني شيء صغير بس الحمد لله هيك طلعنا بنتيجه حلوه الحمد لله. كانت علاماتك يعني انت راضي عنا؟ راضي عنا الحمد لله. الى حد ما؟ الى حد ما طبعا. حلو. يزن خبرني انت كمان. والله كانت الدراسه حلوه كثير كثير، وانبسطت بالدراسه والحمد لله طلع لي مجموع منيح، وان شاء الله بيطلع لي بالجامعه فرمني. اكيد بتمنى لكم كل التوفيق. هلا بدنا نحكي شوي بالفن. سليم انت كيف بلشت بعالم الفن؟ لا هاي موهبه انه من وقت انه بيكون الواحد صغير وكذا، وجد دعم هيك من وراء اهلي ورفقاتي واحبابي، يعني بفضلهم هيك وصلنا لهون. من ايمتى بتغني يا سليم؟ من وقت كنت صغير يعني. مثلا اي عمر؟ يعني صف خامس، رابع خامس. عمار اذا بدنا نحكي شوي عن الشعر وجديدك بالشعر حاليا. حاليا بظل الوضع اللي نحن عايشينه، الوجدان والقلب بينفطر على الوطن، فاكيد نحن بنلامس هموم العالم بسوريا الحبيبي، فالشعر الوطني هو الطاغي حاليا على كتاباتي. حلو، يعني هلا فينا نقول انك عم تكتب شعر وطني، بالاضافه طبعا نحن بنعرفك شاعر حب اكثر شيء ورومانسيه. اكيد. كيف عم تقدر هلا توفق بين شغلك وبين الكتابات الشعريه؟ انت قلت لي شوي مبتعد عن هذا الموضوع، يعني مبتعد بظل الازمه والظروف اللي نحن عايشينها، ولكن نحن ما فينا الا نكون مقاومين بالكلمه، وكل واحد من موقعه بيدافع عن هالوطن، فنحن سلاحنا الكلمه وراح يضل سلاحنا الكلمه. نحن بلد راح نضل في موقف الدفاع وراح نضل مدافعين، ولن نكون مهاجمين، سنظل مدافعين وسنظل بلد ينشر المحبه والسلام. أكيد إن شاء الله. عمار طبعا الشعر هو دور كبير بإبراز الموضوعات الإنسانية من زوايا ما بتتناولها الفنون الثانية، وغالبا بتكون أكثر وجدانية بالشعر، شو رأيك بهذا الموضوع؟ هو الكلمة هي أساس في إيصال مشاعرك وأحاسيسك، فوقت اللي أنت بترجمي إحساسك ومشاعرك بالكلمة فهي بتكون صادقة، فهي تلامس الوجدان. بسكسكر بهالجملة، في عندي أنا صديق كتير حميم بالنسبة لي، فمرة كنا قاعدين فكان هو بالنسبة لي مثال في علاقة مع حبيبته، مثال بالصدق وبالحب، فكان على خلاف معه، فهي أخذ موقف، فعم يشرح لي هو الحالة، أنا بهالحالة هي عم تقمص كنت شخصيته. عشت الحالة اللي هو عم يحكي وأنا عم عيش الحالة اللي هو فيها، ففي هاللحظة هي ترجمت شعرا، ترجمت شعرا مباشرة، فهو عم يحكي قلت له أنا بدي سمعك حالتك شعرا. حلو. فإذا بتسمحي لي. تفضل. بعد إذنك. فإذا نحن هلأ حنسمع قصة واقعية. قصة واقعية. قلت له يا مها لا تستبدي، وانصفي قلبي وودي، قد كفاني ما ألاقي
في هواكي من تحدي، يا مها رقي لحالي، إن قلبي في تردي، وخذيني بحنان عن طريقي لا تصدي. فلقد طال انتظاري ودموعي فوق خدي، والهوى يكوي فؤادي، فارحمي ضعفي وسهدي. أبدا هذا حرام أن تكوني أنت ضدي، يا مها هيا تعالي للمنى قد طال وجدي، وصليني يا حياتي قد سئمت العيش وحدي. فإذا لم تستجيبي للنداء أو لم تردي، فأنا عما قريب في طريقي نحو لحدي. الله كتير حلو، معناها نكتشف انه حبيبته اسمها مها. فلقاها هو بطريقة كتير حلوة على الهاتف، طبعا عم يحكي معها ما عم ترد عليه، فلقاها باسلوب كتير حلو، فكان الرد اول كلمة بحبك. فوقت اللي انت بتشوفي هالحالة الانسانية انه كلمتك ممكن توصل للوجدان، فبالنسبة لي هي نشوة، انا وصلت للنشوة. فما في اجمل من الشعور انه انت تأثري بالاخر او كلمتك توصل بشكل ايجابي للاخر، فهذا الشيء انا بعتبره هو رسالتي بالحياه. كثير جميل هالكلام. يزن بدي ارجع لعندك يزن، وخبرني عن بداياتك انت، كيف بلشت بالغناء؟ والله انا بلشت انا وصغير، يعني بتقولي بالسادة السابعة، وفضل الله، هي نعمة من الله، يعني فضل الله وفضل اهلي والاستاذ سامر، يعني عم اتدرب عنده المقامات والسولفيج، وان شاء الله نوصل. ان شاء الله اكيد بتمنى لك التوفيق. فاذا سامر انت عم بتدرب يزن، احكي لنا شوي، انت ايضا غير انك عازف ايضا انت بتعلم اشخاص على العزف على العود وبتعلمهم سولفيج، احكي لي عن هيدا الموضوع شوي. هلا يزن انا سمعته قدموه بحفله، كانت الحفله لاقاربه طبعا، فسمعت صوت يزن يعني لفت لي هيك انتباهي انه في عنده خامي حلو كتير، فطرحت الموضوع على والده انه هذا الشاب يعني حرام انه ينهمل بهاي الطريقه. فاخذته ليزن وبلشت معه بالمقامات الموسيقيه. هلا عم يتعلم مقامات موسيقيه، عم يتعلم فوكال. كمان عملنا له البوم كامل مؤلف من 5 اغاني، كلمات الشاعر مهند قرعلي طبعا، وفي تحيه كبيره له، وفي اغنيه كمان من كلماتي والحاني. طبعا انا تقصدت بالاغنيه ويزن، يزن هو يعني اعتبرته ابني وعملت له هاي الاغنيه، فان شاء الله هلا بتسمعوها وان شاء الله بتنال اعجابكم. هلا عم يتعلم فوكال، عم يتعلم سولفيج، مهم جدا للفنان المبتدئ انه يتعلم موسيقى، يتعلم المقامات، يعرف كيف يغني، يعرف كيف اصول الغناء طبعًا. يعرف كيف يمشي صح مع الايقاع، يعرف كيف يمشي صح مع المقام، مع طبقه الصوت، طبقه الموسيقى، هذا ضروري جدا. فهلا بالطريق طبعا يزن وسليم، كمان سليم ان شاء الله تعالى ما راح نتخلى عنه، فعم نعلمه المقامات الموسيقيه، الله يوفقهم يا رب. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. معناها هلا يزن حنسمع منك، انت نسمع صوتك واغنيه منك، تفضل. طبعا هاي الاغنيه اللي هاي كلماتي والحاني موجهه له طبعا. تسحرني يلا شباب
عبدلك العمر وحياتي نادر علي حتى ما ماتي عبدلك العمر وحياتي نادر علي حتى ما ماتي كل شبر بينادر بدعي لك يا الله من عنده يسمعني كل شبر بينادر بدعي لك يا الله من عنده يسمعني وعينه لا بايك تخبرني كل ما بشوفك تسحرني بات اللولو ناطر تشوفا لا اسمع من تمك شي كلمة بات اللولو ناطر تشوفا لا اسمع من تمك شي كلمة والخطوة الأولى مستنى وصوفا كل طبيب شابي تقهرني والخطوة الأولى مستنى وصوفا كل طبيب شابي تقهرني وعينه لا بايك تقبرني كل ما بشوفك تسحرني وعينه لا بايك تقبرني كل ما بشوفك تسحرني ناطرك سهران بهالليالي عن أحلم شي ليلي تغمرني ناطرك سهران بهالليالي عم أحلم شي ليلي تغمرني وعم أحلم شي ليلي تغمرني وعم أحلم شي ليلي تغمرني برافو يا زلمة يعطيك العافية. أنت شو شعورك هيك وهي أول أغنية أنت بتغنيها خاصة لإلك؟ والله هاي الأغنية من خمس أغاني أكثر شي حبيتها لهي. حلو إنه بتعبر عن طفل بتعبر إنه مثل ما أقول لسه سامر علي أنا كثير حلو طبعاً أكيد شو بتحب تقول له لسامر هلا؟ داخل صغير ما هلا تفضل هلا والده ليزعم لما اللي جابه لعندي على البيت قال لي انا ما لي علاقه فيه هذا ابنك وانت حر التصرف فانت هذا الشعور اعتبرته ابنك تماما هذا الشعور حملني هاي المسؤوليه حتى كتبت له هاي الاغنيه ليزعم كثير حلو يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب. سليم خبرتني العصفوره انك انت كمان عندك اغنيه خاصه فيك احكي لنا شوي عنها وانت كيف انتقيت لهيدي الكلمات ومين الملحن ليلى هلا اول شيء بدي اشكر الشاعر صاحب كلمات الأغنية الشاعر إغدك زيلك بوجه له هيك تحية من القلب للقلب وبدي أشكر صديقي وأخوي ورفيق دربي الأستاذ المايسترو فراس ونوس طبعا تسجيله وتوزيعه الأغنية الأغنية تحكي لنا عن الأغنية هيك هي حزينة شوي ليش انتقيت طابع الحزن بالتحديد أنه هاللون هذا تقريبا هيك هون مفقود شوي والعالم بتحب هاللون يعني انت بتحس انه صوتك يعني بيروح للاغاني الرومانسيه اكثر من الاغاني لا مو هيك بس بحب هيك انا حبيت هيك انتقي لون لحالي لإلي هيك خاص فيني بيعبر عن شخصيتك يعني الشعر الحب باعتبار ذكرنا الرومانسيه احكي لنا شوي عن شعر الحب الكتابات اللي بتكتبها انت حضرتك مدام ما نحن عايشين في بيئه الساحل السوري الساحل السوري الغالي اللي هو غني بمفردات كثير حلوه اللي بتضمن البحر الجبل الوادي فكل مفردة من المفردات هي قصة حب هي قصيدة بالإضافة إلى تراثنا الغني تراثنا اللي بعتبره كنز ولازم ننتهل منه ونحافظ عليه فكل هدول بيعطوكي نفس شعري صحيح فنحن ما نمني إن شعراء يعني من خلال البيئة اللي عايشين فيها
أكيد أنا أيضا بلاحظ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباتك، أنت دائما بتنزل كتابات شعرية على صفحتك الخاصة. نعم. كيف تلاقي إقبال الناس وآراء بهذه الكتابات؟ هلا تقييم الناس، الناس مثل ما قلت لك بتهمهم الكلمة الصادقة، فكل كلمة صادقة فبتوصل. ففي الحمد لله إعجابات كتير، وهي نعمة من رب العالمين. أنت كيف بتقيم أنت كتاباتك الخاصة؟ خلينا نحكي بموضوع الحب باعتبار أنت سميتك شعار الحب. نعم. مدام مها مثل ما قلت لك أنه أنا كتقييم لإلي، أنا بعتبر ما بكتب كلمة إذا ما كانت نابعة من جوا، إذا ما كان فيها صدق، إذا ما كان إلى معنى وأنا عايشه. فأنا راضي عن كتاباتي، راضي أنه أنا عم وصل الشيء اللي جواتي، حلو، عم ترجمه بالكتابة. فأنا بعتبره صادق كتير وعم منتشي فيه. حلو، خلينا نسمع شيء من كتاباتك. تساءلت في نفسي حبيبتي من تكون، هل تراني أمضي إليها أم نفسي تسعى وراء نظرتي تلك العيون؟ لماحة هي وأنا لبيب، أفهم منها كيف أكون. بلحظة دخلت قلبي الحزين، أعادت له دقاته فراح يرقص بجنون. استنشقت هواها فطرت كطيف استمد ألوانه من ربيعها المزيون. عادت إلي روحي وقتلتني ألف مرة بحبها المجنون. فلتصغي يا سيدتي لصوت حبي يهتف باسمك في فضاء هذا الكون، ولا تدعيه يرتد عنك كآثم مدفون. من رموشك أستمد سحري، من عينيك أستمد بصري، من دفء قلبك أستمد شمسي، من ليل شعرك أستمد قمري، من تكوينك أستمد جل جل شعري. فلتصغي لي يا حبيبتي وسهري، نحن اثنين جمعهما حب قدري، فدعينا ندخل في عالم الحب في هذا العمر، ليأخذنا الهوى إلى حيث ندري ولا ندري، ولنمضي معا في رحلة البر والبحر، رحلة أحبك فيها فيما تبقى من عمري. الله، وهذا الشعر بعنوان رحلة حب. نعم، كتير حلو. سليم تفضل يا زان. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سليم، مصر وقت نسمع صوتك هلا، شو حابب تسمعنا؟ هاي أغنية جديدة. ممكن أغنيتك الجديدة نسمع. تفضل. لما نويت تروح صار القلب مجروح، لما نويت تروح صار القلب مجروح، خبي الألم والآه سر الوجع مابوح، خبي الألم والآه سر الوجع مابوح. أهواك أنا يا زين مثلك ألاقي وين، أهواك أنا يا زين مثلك ألاقي وين، انت النظر للعين والعطر يلي يفوح. لما نويت تروح صار القلب مجروح، لما نويت تروح صار القلب مجروح، خبي الألم والآه سر الوجع مابوح، خبي الألم والآه سر الوجع مابوح.
حدك انا برتاح بنسى الاسى والجراح حدك انا برتاح بنسى الاسى والجراح كل الهموم تزول وكل الليالي فراح كل الهموم تزول وكل الليالي فراح اعواك انا يا زين مثلك الاقي وين اعواك انا يا زين مثلك الاقي وين انت النظر للعين والعطر يلي يفوح انت النظر للعين والعطر يلي يفوح لما نويت تروح صار القلب مجروح نويت تروح صار القلب مجروح خبي الألم والآه سر الوجع ما بوح خبي الألم والآه سر الوجع ما بوح سهران وصار السهر تازي صار الدمع سهران وصار السهر تازي اهواك انا يا زين مثلك الاقي وين اهواك انا يا زين مثلك الاقي وين انت النظر للعين والعطر يلي يفوح انت النظر للعين العطر يلي يفوح لما نويت تروح صار القلب مجروح لما نويت تروح صار القلب مجروح خبي الألم والآه وسر الوجع ما بوح خبي الألم والآه وسر الوجع ما برافو سليم يعطيك العافية. هلا خليني اتطرق لموضوع الدراسة مع الفن. انتو شباب طالعين البكالوريا اكيد رايحين على الجامعة هلا، كيف عم تحاولوا تنظموا وقتكم بين الدراسة والفن يا زلمة من عندك؟ والله حسب وقت فراغي ولسه الجامعة ما فتحت هلا نشوف المفاضلات لنشوف اكيد ولكن انت لساتك بحياة دراسية ننظم الوقت من وقتها بس تطلع المفاضلة بننظم فراغنا شو عيمت من الدروس يعني بدنا تابع الفن. دراسي خط احمر بالنسبه لي هو أكيد. دراسي خط احمر خليك بالدراسي وبعدين الفن. اكيد يعني دراسي الفن موضوع استثنائي بعدين ان شاء الله تعالى نحكي بالموضوع. سليم كمان نفس الشيء مثل ما بيقولوا كل شيء بوقته حلو تمام بس تفتح الجامعه بقى يعني بس نسجل هيك ويصير الدوام نظامي بقى بنشوفك كيف ننظم الوقت كثير حلو. هلا باعتباركم انتم شباب اكيد بتحبوا انه تعرفوا يعرفوا رفقاتكم انه انتم صوتكم حلو وبتغنوا، احكوا لي عن اللمات هيك بين الشباب، انتم كيف بيكون دوركم انتم بهيك لمات؟ سليم شو؟ هلا هاي اذا بده يحكي الواحد عنها ما بتخلص لبعد بكره الصبح. احكي لنا شوي هيك عن قعداتكم انتم الشباب. يعني مثل ما بدي اقول لك يعني انا والدي بيعزف عود وهيك فيوميا قاعده بالبيت. حلو. يوميا وغير بقى مثلا هذا مارق هذا سمع صوت هذا يلا جاهزين يلا مثلا جايين نجيب اغراض وكذا والقعدات يعني ما بتخلص. وانت يومياً. طبعا انت اللي بتغني خلال هيدي القعده اكيد. هيدا ايضا بيساعدك على التدريب المتواصل انك تضل عم تدرب صوتك. يزن احكي لي شوي انا كمان عن تفاعلك مع رفقاتك. والله ما التفاعل بالمدرسه اكثر شيء بالمدرسه انا ورفقاتي احيانا بالحصه
بالحصة الدراسية نفسها. حلو، يعني بيسمعك الأستاذ أو أنت بتعملوا هيك مشاكسات ضمن الحصة؟ يعني تقريبا هيك شيء. تقريبا احنا بنعرف مشاكسات الشباب يعني بتكون أو رفقاتي برا شوي. يعني برا المدرسة بحياة العامة برا أنا ورفقاتي مثلا نقعد بنحكي بعض، بنقعد بمطعم أو كتير حلو. أكيد بتمنى لكم التوفيق والله يبعد عنك الهم وأيامك كلها فرح يا سليم. خلينا نحكي شوي عن إلهامك بالكتابة أستاذ عمار، أنت كيف بتكتب سواء كان شعر حب أو شعر وطني أو أي نوع من الشعر؟ مثل ما حكينا من شوي بالإضافة للبيئة الطبيعية اللي نحن عايشينها والمليئة بالمفردات والإرث اللي عندنا الموجود عندنا، كمان في عندك احتكاكك اليومي بهموم العالم بفرح العالم، فأحيانا تسمعي قصص مؤلمة بتولد لك إحساس، بتسمعي قصص مفرحة بتولد لك إحساس للكتابة. فنحن نستمد هذا النفس من جميع هي حلقة متكاملة من جميع الحلقة هي طبعا. والكتابة بالإضافة لهيك بدها صقل، بدها مطالعة، بدها قراءة، كل هالعوامل هي مكملة ليطلع النفس الشعري والكتابة بالإضافة للموهبة. طبعا هون أكيد بدنا نحكي عن أهمية القراءة خاصة بالنسبة للشعر حتى يكون عنده مفردات جديدة دائما، حتى ما يصير في عنده تكرار بطريقة الكتابة حتى بطريقة الإلقاء، لازم دائما يسمع شعراء. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هذا الموضوع كتير مهم بحياة الشاعر. المطالعة والقراءة بتكون عندك مزيد من المفردات، والمفردات المفردة مفرداتنا غنية واللغة العربية غنية، فالمطالعة هي عامل أساسي والقراءة عامل أساسي بتقوية وصقل هالمفردات. كتير حلو. شباب بدي أرجع لعندكم وأسألكم سؤال عن برامج المواهب، شو رأيكم فيها؟ ممكن نشوف مثلا يزن وسليم شي برنامج مواهب على الفضائيات وعم بيقدموا حالهم؟ ممكن ممكن. كيف نظرتكم لهيك برامج سليم؟ شو رأيك فيها؟ برنامج برامج حلوة وبتقوي الوقفة على المسرح وتقديم الشخص لنفسه على المسرح قدام العالم قدام الجمهور، وهلا انت على الهواء مباشرة، انت كيف يعني شو شعورك؟ انا حاستك هيك شوي متلبك. لا بالعكس، هيك انه بحس بحاله الواحد انه هيك صار انه شغلة كبيرة هيك كتير حلو وحلو الشغلة انه حلوة كتير يعني. ويزن انت شو رأيك بهذا البرامج؟ هي بتقوي، هي بتقوي للمطرب، بتقوي الفنان، وبيطلع المسرح بحس حاله بدنيا تاني. حلو مزبوط. وعلى التلفزيون انتوا هلا قدام الكاميرا يعني هيك شغل اكبر من هذيك الشغل. حلو كتير، يعطيكم العافيه. اذا بدنا نحكي استاذ عمار شوي عن الشعر الوطني، نحكي عن اهميته خاصه هلا طبعا الازمه اللي عم تمرق فيها بلدنا. طبعا الشعر الوطني حاليا هو بمثابه الدفاع بالكلمة والإحساس عن مشاعرنا. وقت أنت بتنزلي بالشارع أو بتصادفي بحياتك جندي أو عسكري أو ضابط أو صف ضابط أو أم شهيد، فأنت بتنتابك مشاعر كتير مختلطة، يعني بتحسي حالك أنه الكلمة هي بتحكي، هي بتنبع، ممكن تبكي، ممكن يعني في مشاعر كتير قوية بهالموضوع، والله يخفف عن هالبلد وتنتهي هالأزمة يا رب. أكيد إن شاء الله. شو بتسمعنا من الشعر الوطني؟ في قصيدة بعنوان سوري أنا. سوري أنا العروبة رايتي وباقي على عهدي، أرض الطهارة والوفا انتي، عشقك سوريا بيرتقي والقلب بيستهدي. سوري انا الارض ارضي وصامد انا من مهدي الى لحدي، لو طلبت الروح بروحي انا بفدي. سوري انا لبيت الندى ودمي على كفي، صاح الشهيد لا تحزني لطرابك دمي أنا يروي. سوري أنا يا جيش امشي للنصر ويا أرض اشتدي، زمجر بصوتك واتحد ويلي تحدى
يكون قد التحدي. سوري أنا يا أمي اليوم مالي نوم، ويا إرادتنا التحدي حتى نرد المعتدي ونطهر ترابك وتزول هالشدي. بتمنى تزول هالشدة، أكيد هي غيمة إن شاء الله وبتمرق على أرضنا الحبيبة. برجع لعندك يزن، شو حابب تسمعنا هلأ؟ كمان بتسمع سمعك أغنية من أغاني جديد الليلة. تفضل. يا حبيب يا غالي اسمها الأغنية. يا حبيب يا غالي غيرك بالدنيا مالك، من يوم شفت عيونك ما ادري شو صار بحالك، من يوم شفت عيونك ما ادري شو صار بحالك، يوم اللي بشوفك حدك غير عيونك ما بدك، يوم اللي بشوفك حدك غير عيونك ما بدك، يا حزاني شوي من هدي ولالي يا جروح هلالي ولالي يا جروح هلالي. يا حبيبي يا غالي غيرك بالدنيا مالي، يا حبيبي يا غالي غيرك بالدنيا مالي ولا لي يا جروح العليل. الله يا ابو ليلى. عدرو بالحب مشينا لا تتكبر علينا، دخل عيونك حاكينا يا ما في غيرك في بالك، دخل عيونك حاكينا يا ما في غيرك في بالك، عن حبي رح احكي لك وبصوتي رح اغني لك، عن حبي رح احكي لك وبصوتي رح اغني لك، مع قلبي بهدي لك بس حقق لي امالك، بس حقق لي امالك. يا حبيبي يا غالي غيرك بالدنيا مالك، يا حبيبي يا غالي غيرك بالدنيا مالك ولا لي يا جروح لالك. Oh, yeah.
جروحي وكل سنين غيابك والله مبكيني يا روحي وكل سنين غيابك والله مبكيني حبك والله عاميني يا مسهرة الليالي حبك والله عاميني يا مسهرة الليالي لما اللي بشوفك حدي غير عيونك ما بدي لما اللي بشوفك حدي غير عيونك ما بدي يا حزان شوية هدي ولا لي يا جروح لالي ولا لي يا جروح لالي ولا لي يا جروح لالي برافو يا زان يعطيك العافية. تفضل. هاي الأغنية من كلمات شاعر شاعر مهند علي بعد الحاني وتوزيع المايسترو الأستاذ علي ليلى تسجيل استديو حسان سليمان استديو المستقبل كمان بوجه له تحية وشكرا للجميع. أكيد بوجه تحية للجميع. أستاذ عمار إذا بنحكي هلا عن شعر الغزل ولكن الغزل الوطن تغزل الوطن احكي لنا شوي عنه وعن كتاباتك أنت. إذا بدك تحكي عن الوطن يمكن أحيانا بلاقي صعوبة بإيجاد الكلمة اللي بتعبر عن إحساسك بهذا الشيء. الوطن شيء كتير غالي شيء كتير مقدس فالكلام اللي بده يكون بالوطن بده يكون يرتقي لمستوى هالعبارة إن شاء الله نكون نقدر نوفي الوطن جزء من اللي عطانا اياه والله يحمينا الوطن اكيد شو حابب تسمعنا هلا وطني انت الذي اثرت كل وجداني علمتني واحتضنتني وملأت ذاكرتي وشكلت كياني أنت حبي أنت جرحي أنت حاضري وزماني أنت روحي من جسدي يا كلي وكل مكاني على مر التاريخ كنت أرض الحضارة والعراقة ومهدا لكل الأديان تعلمت منك يا وطني معنى المروءة والحب والعطاء والعنفوان سوريا يا حبيبتي يا قلبا احتوانا جميعا يا مركزا للحب والحنان صابرة أنت يا صبرا ويا جلدا يا ولادة أنجبت الأبطال على مر الأزمان شلت يد غدر امتدت على ترابك والموت لكل غادر خواني أم الشهداء أنت يا كبيرة لن تنحني يا سيدة الأوطان أنجبت أسدا لقبه سيد الرجال يا حكيما في القول والأفعال سربنا يا قائدا لوطن بالروح فديناه وهيا بدمنا نسطر ملحمة في الحب عنوانها شهادتي هي إيماني يعطيك العافية شكرا كثير لك وعلى هالكلام الجميل فعلا سليم ويزن بدي أعرف النهاية طموحاتكم أنتوا شو طموحك سليم مستقبلا طبعا طموحي لك مستقبلي أني أوصل للشيء اللي ببالي أني يصير مثلا بمرتبة عليا هيك بهالمجال هذا المجال الحلو طبعا هالشيء هذا ما قبل ما اخلص دراستي وهيك اكيد طبعا دراسه اولا نرجع بناكد على الدراسه اولا انتوا لساتكم شباب باول عمركم اكيد يزن شو بتحب تقول والله انا بحب حاطط ببالي اللي بدي اوصل له طبعا دراسه اهم شيء يعني هلا الدراسه اهم من كل شيء اكيد طبعا بنرجع بناكد انه الدراسه اهم شيء ان شاء الله بنشوفكم نجوم بعالم الفن ونشوف اسماءكم لامعه اكيد بهذا المجال بدي اتشكر جهودك معنا سليم صالح الفنان الشاب ايضا الفنان الشاب يزن نعنوع شكرا لك استاذ عمار كرمو شو بتحب تقول بنهايه لقائنا بحب اتشكرك على الاستضافه الكريمه وبتشكر قناه وغريت واذا بتسمحوا لي في عندي شغله بدي اقولها ختام الحلقه عن سوريا ايضا اذا بتسمحوا لي
سوريا يا بلدنا، قائد شعب توحدنا، شعب الحرية انت حامي أرضك آسدنا. وقت نشوفك قائدنا بشار القلب بيرتاح، ولما تلقي بخطابك كلامك عطر فواح. معك بتكبر بسمتنا لو مهما كترت الجراح، يا جيش الرافع رايتنا هالدمعة من عيني مساح. ولعيونك يا سوريا بترخص لك كل الأرواح، سوريا انت الشهامي والبطولة والكفاح، بأرضك رح أدي الأماني لحتى تعود الأفراح. وبتشكركم جميعا. شكرا لك واهلا وسهلا فيك الشاعر عمار كرمو. ايضا بدي اتشكر وجودكم معنا سامر قوجا وعلي ليلى، اهلا وسهلا فيكم. واكيد الشباب اللي كانوا معنا موجودين اللي طبعا نوروا ايضا الاستوديو وعملوا لنا جو كثير حلو. شكرا محمد لك محمد سليطين ومحمد شاهين ورامي سليطين. اكيد نتشكركم جميعا فرقتنا الموسيقيه، والشكر الاكبر لكم مشاهدينا. اكيد لاقونا الجمعه الجايه بحلقه جديده. وطبعا ختام حلقتنا لليوم حيكون بصوتك سليم، تفضل. بالحب جراري ملياني ملياني ملياني، صبي واشربي حرام تضلي عطشاني 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 وحياة النبي. بالحب جراري ملياني ملياني ملياني، صبي واشربي حرام تضلي عطشاني 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 وحياة النبي. تقولي لي اتركني بحالي قلبي تولع فيكي، ذوبني سهر الليالي وصاني داريكي. لا تقولي لي اتركني بحالي قلبي تولع فيكي، ذوبني سهر الليالي وصاني داريكي. خايف لا تروحي عن بالي وتشقي وتتعبي، خايف لا تروحي عن بالي وتشقي وتتعبي. بالحب جراري ملياني ملياني ملياني، صبي واشربي حرام تضلي عطشاني 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 وحياتي. خيي ابو ليلى ابي النبي سمرة تحبي وتحني وتشتاي، يا ريتك يا حلوة بدربي تقضي العمر الباقي. يا ريتك يا حلوة تحبي وتحني وتشتاي، يا ريتك يا حلوة بدربي تقضي العمر الباقي. وتشوفي حالك بقلبي شقد موجبة، وتشوفي حالك بقلبي شقد موجبة. بالحب جراري ملياني ملياني
يا صبصري وشرابي حرام تطلي عطشاني 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 وحياة النبي. يلا 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 خيي حلو حلو ها 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 سمرة تحبي وتحني وتشتاقي يا ريتك يا حلو بدربي تقضي العمر الباقي يا ريتك يا حلو تحبي وتحني وتشتاقي يا ريتك يا حلو بدربي تقضي العمر الباقي وتشوفي حالك بقلبي مش قد موجبي وتشوفي حالك بقلبي مش قد موجبي.